من هو بيليه؟ ولد إديسون أرانتيس دون ناسيمينتو في 23 أكتوبر 1940 في تريس كوراسوز البرازيل، وهو الطفل الأول لجوا راموس ودونا سيليست، وسمي بهذا الاسم نسبة لتوماس إديسون وعرف لاحقا باسم بيليه. انتقل بيليه مع عائلته إلى مدينة بورو عندما كان صبيا صغيرا، ونشأ في بيئة فقيرة جدا حيث كافح والده لكسب لقمة العيش عن طريق لعب كرة القدم. ومن هنا بدأ بيليه بتطوير مهاراته الرائعة في كرة القدم، حيث بدأ بركل الجوارب المحشوة بالأقمشة في شوارع بورو. من غير الواضح سبب تلقيبه ببيليه، ولكنه ذكر أنه كان يكره اللقب في بداية الأمر عندما كان مراهقا إلى فرقة شبابية يدربها والد والديمار دوبريتو، وهو عضو سابق في فريق كرة القدم الوطني البرازيلي. واستطاع دوبريتو في نهاية المطاف إقناع عائلة بيليه للسماح لهذه الموهبة الناشئة بمغادرة المنزل ومحاولة الخروج واللعب في نادي سانتوس الاحترافي لكرة القدم عندما كان بعمر 15. وقع بيلي عقده مع سانتوس وبدأ بالتدريب على الفور مع الفريق النظامي، وسجل أول هدف في مسيرته المهنية قبل أن يبلغ 16، وكان هداف الدوري في الموسم الأول له، واختير ليلعب في المنتخب الوطني البرازيلي. تعرف العالم رسميا إلى بيليه في كأس العالم 1958 في السويد، مظهرا سرعة ملحوظة ورؤية ميدانية. وسجل اللاعب البالغ من العمر 17 عاما 3 أهداف في مباراة نصف النهائي مع فرنسا التي كانت نتيجتها 5 أهداف لهدفين لصالح البرازيل، ثم أحرز هدفين آخرين في النهائي بفوز 5 أهداف لهدفين على البلد المضيف. تلقى النجم الشاب عروضا ضخمة للعب للأندية الأوروبية، ولكن الرئيس البرازيلي جانيو كوادروس أعلن في نهاية المطاف أن بيليه كنز وطني للبرازيل، مما يمنعه قانونيا بالنسبة له اللعب في بلد آخر. وبغض النظر عن ذلك، ضمنت ملكية نادي سانتوس جاذبية نجمها، وكان ذلك مربحا بشكل جيد من خلال جدولة مباريات ودية مربحة مع فرق في جميع أنحاء العالم. تفاقمت إصابة فخذ بيليه في مباراتي كأس العالم 1962 في تشيلي، لذلك خرج في الدور النهائي بينما ذهبت البرازيل لاستحقاق اللقب الثاني لها على التوالي. بالرغم من خيبة الأمل على الصعيد العالمي بعد خسارة البرازيل في كأس العالم التالي، واصلت أسطورة بيليه في النمو، وفي أواخر الستينيات أفادت الأنباء أن الفصيلين في الحرب الأهلية النيجيرية وافقا على وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة حتى يتمكنا من مشاهدة بيلي يلعب في مباراة ودية في لاغوس. يعتبر كأس العالم 1970 في المكسيك عودة مظفرة لأيام بيلي والبرازيل، حيث ظهر قائدا لفريق كبير وقد سجل 4 أهداف في البطولة، متضمنة هدفا واحدا في المباراة النهائية على إيطاليا بنتيجة 4-1 لصالح البرازيل. أعلن بيلي تقاعده من كرة القدم سنة 1974، ولكن تم استدراجه إلى الميدان في العام التالي للعب لصالح نيويورك كوزموس. في دور كرة القدم الأمريكية الشمالية، لعب بيلي مباراته النهائية في مباراة ودية بين نيويورك وسانتوس في أكتوبر 1977 مشتركا في كلا الجانبين، وتقاعد مع ما مجموعه 1281 هدفا في 1363 مباراة. التقاعد لم يفعل شيئا يذكر لتقليل الشخصية العامة لبيليه، الذي بقي رجل الملعب الشعبي وناشطا في العديد من الساحات المهنية. حصل في سنة 1978 على جائزة السلام الدولية لعمله في اليونيسف، كما شغل منصب وزير الرياضة الاستثنائي للبرازيل وسفير الأمم المتحدة للبيئة. سمي بيليه لاعب القرن في سنة 1999 جنوبا إلى جنب مع الأرجنتيني دياغو مارادونا. لعب بيليه كرة القدم لمدة 21 عاما، وفي ذلك الوقت فعل أكثر لتعزيز الصداقة العالمية والأخوة من أي سفير آخر في أي مكان، السفير البرازيلي لدى الأمم المتحدة جي بي بينيرو. كان زواجه الأول من روز ماري دوس ريس تشولبي في سنة 1966، ورزق منها بابنتين، وكان زواجهما انتهى بالطلاق سنة 1982. من عام 1981 حتى عام 1986 كان في علاقة مع شوكسا،
التي ساعدها لتصبح عارضة أزياء كانت شوكسا تبلغ من العمر 17 عاما فقط حينئذ. في سنة 1994 تزوج عالمة النفس والإنجيل المغنية أسيريا ليموس سيكساس، وأنجبت له توائم جوشوا وسيليست. ولكن هذا الزواج أيضا انتهى بالانفصال. أما من حيث ديانة بيليه ومعتقداته وطائفته، فقد ولد لعائلة مسيحية كاثوليكية، يعود له الفضل في تسمية كرة القدم باللعبة الجميلة. كانت له عدة ألقاب منها ديكو، جازولينا وبيليه. لعب مع البرازيل 92 مباراة، سجل فيها 77 هدفا. سجل في مسيرته الكروية كلها 1281 في مسيرة امتدت ل 21 عاما.